أهلا بيكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج أوقات الحقيقة وحشتوني جدا وكل سنة وأنتم طيبين الأول بمناسبة شهر رمضان الكريم الحقيقة أنا طول الفترة اللي فاتت وتحديدا من حدث الاحتفال العالمي بنقل المومياوات المصرية إلى متحف الحضارات من المتحف المصري القديم وأنا بعد الأوقات علشان أطلع لطول على طول على الهوا أشكر أولا كل القائمين على هذا الحدث العظيم من أول سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أصغر من ساهم في هذا الإحتفال المشرف ثانيا أعلن إعتزازي وفخري بأني إمرأة مصرية أنتمي إلى هذه الحضارة العريقة التي كانت تحترم وما زالت تحترم المرأة في بكل المقاييس اشكر كمان جميع الشعوب العربيه والزملاء والزميلات في الوطن العربي اللي هنونا وبركونا وفرحوا معانا بهذا الحدث التاريخي واخص بالذكر شعب الامارات الشقيق اللي بيثبت يوم عن يوم قد ايه هو محب للشعب المصري اما المراه الاماراتيه فيعني ثقافتها ورقيها واخلاقها يستحق ان نفرض له العديد والعديد من الحلقات آه هذا الحادث هذا الحدث التاريخي وهو نقل المومياوات آه مفيش شك إنه هو يعد انتصار كبير آه للتاريخ المصري ولان الانتصارات بتجيب بعضها فاصبح عندنا آه يعني الانتصارات تتوالى آه من ايام قليله تم الاعلان من قبل البعثه المصريه تحت رئاسه الدكتور زاهي حواس عن كشف وانتصار تاريخي جديد وهو الكشف عن مدينه صعود اتون. هذه المدينه تعد تاريخيا ثاني ثاني اعظم كشف في التاريخ بعد اكتشاف مقبره توت عنخ امون ليه الكشف ده مهم قوي كده طبعا لانه المساحه كبيره ولانه الاكتشاف تم بايادي مصريه طبعا ولان المدينه كامله بزخارفها بحيطانها بكل تفاصيلها هي تعتبر مدينه كانت اداريه صناعيه سكنيه تم انشائها في عهد امن حطب الثالث يعني من قبل 3000 سنه من دلوقتي وكانت تضم الكثير من القصور والقصر الملكي الاهم في الاكتشاف ده انه احنا لغايه دلوقتي بنعرف كتير قوي 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 والاكتشافات القديمه كلها خلتنا نعرف الكثير عن المعابد وعن المقابر لكن دي اول مره نعرف تفاصيل الحياه اليوميه للمصري القديم كامله كما هي بأدق تفاصيلها اليومية حدث كبير زي ده كان لازم نستقبل معانا الخبير الأثري الكبير دكتور رضا عبد الحليم مدير عام العلاقات العامة في منطقة آثار الجيزة وزارة السياحة والآثار أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا دكتورة ازي حضرتك يا أهلا وسهلا نورتونا الله يخليك فندم ايه راي حضرتك في الاكتشاف العظيم ده هو طبعا حضرتك يعني افضتي ومدحتي بما فيه الكفايه في هذا الكشف العظيم وهو يستحق ان ان نشكر كل القائمين عليه من اول عامل عامل الحفائر اللي, اللي بدا يحفر ويقوم من الساعه 7 الصبح واحنا كلنا بنبقى في لسه معظمنا نايم وهو بيشتغل من 7 لحد الساعه 4 بيدور على اثار الاجداد وسط هذا الكم من الحر او البرد بيشتغل صيف وشتاء بيحفر بيدور ضمن بعثه بعثه اثريه مصريه خالصه. يعني قد ايه المساحه يا دكتور؟ انا المعلومات اللي واصله لي انها مساحه كبيره قوي مدينه كبيره يعني. هي هي المدينه الكبيره وكل حاجه بس احنا عندنا مدن اكبر، احنا عندنا أوه. في مدينه العمال في الجيزه اللي هم عمال اللي بنوا الاهرامات مساحه اكبر بكثير من هذا الكشف واذا كان واذا كان الدكتور زاهي يرى من وجهه نظره الشخصيه ونحن نحترم الاراء جميعا طبعا طبعا ان هذا الكشف يلي كشف توت عنخ امون نقول له لا لو سمحت احنا عندنا كشف منطقه جبانه العمال وكان برضه تحت اشرافك يعني هو الدكتور زاهي من كثره الكشوفات تصريح من دكتور رضا عبد الحليم بأنه الاكتشاف الثاني واضح انه مصر ثرية وغنية اكتشاف منطقة جبانة العمال العمال فى الجيزة يا دكتور ولا فى سقارة الو يبدو ان الاتصال اتقطع دكتور رضا بيعلن انه كان في كشف سابق واضح ان الحضاره المصريه ثريه وتحمل الكثير من الاسرار اللي لسه ما عرفناهاش لغايه دلوقتي يعني طب يعني تاثير اكتشاف مدينه بالحجم ده يا دكتور حديثا وبالذات بعد الاحتفال التاريخي بموكب المومياوات ممكن يضيف للسياحه ايه وللمواطن المصري ايه؟ ايوه دكتور انا مع حضرتك حضرتك دلوقتي الموكب بالمواد ده كان من اعظم يعني حدث حصل حصل منذ عقود لم يحدث ولن يحدث الا اذا فكرنا ان ننقل هذه المومياوات من مكانها لمكان افخم. فمكان نقل المومياوات الحالي يعتبر هو المكان الطبيعي واللي المفروض كان ينتقله من زمان لان احنا في المتحف الحضاره مجهزين كل مومياء لملك هيكون في قبو وفي بانوراما خاصة بهذا الملك وتاريخ هذا الكشف عن المومياء الخاصة بالملك نفسه في المتحف المصري اللي بالتحرير ما كانش فيه ده كانت بس المومياء معروضة في باترينا زجاجية لا تليق أبداً بعظمه هذا الملك العظيم. احنا بنقول بس اذا كان ده الاحتفال بالمومياوات امال بقى الاحتفال بافتتاح المتحف الكبير عايزين تسريب كده من حضرتك ممكن يبقى امتى ان شاء الله واعتقد على يعني حضرتك صحح لي انه هينتقل مجموعه توت عنخ امون للمتحف المصري الكبير. هي اوريدي انتقلت عندنا كل اثار توت عنخ امون انتقلت كلها ما عدا القناع وده احنا بنجهز نعمل احتفاليه كبيره لنقل القناع الذهبي هو القطعه بقى الام في الاساس الجنزي الخاص بالملك توت عنخ امون بنفكر ننقلها طبعا مع عدد رهيب تم ما يزيد عن 5200 قطعه تم وضعهم الان في قاعه الملك او الملك الصغير مش عشان نقول الفرعون هو الملك الصغير توت عنخ امون كل هذه الاثار هتبقى موجوده في المتحف المصري الكبير الذي لم يحدد موعد افتتاحه حتى ساعه حدثنا. انا حضرت مؤخرا لحضرتك يعني احب اشرك المشاهدين معايا كانت ندوه رائعه عن النحت في عصر الدوله الوسطى يا ريت حضرتك سريعا كده واعرف ان عند حضرتك في اصدار هام في هذا الشان يا ريت حضرتك تكلمنا عنه باختصار. حضرتك انا يعني كانت رسالتي للدكتوراه كانت في فنون الدوله الوسطى وفن النحت الملكي في الاسره ال 12 اسره واحده من ضمن ثلاث اسرات في عصر الدوله الوسطى من تاريخ مصر القديمه جمعت هذه الداتا وعملتها في كتاب بقالي بالظبط ست سنين بجهز لاصدار هذا الاصدار الثاني بعد الاصدار الاولاني اللي صدر من سنتين في الهيئه المصريه عمل كتاب وكان كتابي مازال لحد النهارده في الاسواق وعليه اقبال ما شاء الله من طلاب العلم الدارسين الحضاره المصريه القديمه طبعا طبعا والمرشدين السياحيين كلهم اقتنوه عشان معلوماتنا عن الاهرامات اللبنيه دي نادره وقليله. عايزين وأنا بس... لقاء وتفاصيل بعد اذن حضرتك توعدنا حضرتك الكتاب بالتفصيل ناخده بقى اكسكلوزيف وحضرتك تنورنا ان شاء الله الحلقه الحلقه القادمه علشان يعني ناخد تفاصيل ويعني نتعلم من علم حضرتك ونعرف اكثر عن اسرار الحضاره المصريه القديمه كل الشكر لحضرتك دكتور رضا عبد الحليم مدير عام منطقه اهرام الجيزه والعامل بوزاره السياحه والاثار النهارده عندنا وعد الحقيقه كنا وعدناه لكم من كام حلقه كان عندنا خبيره ومصممه الكروشيه الاستاذه ردوى فخر الدين كانت وعدتنا وخدنا منها وعد على الهوا كده انه هتعلمنا هتعلمنا كلنا وانا اولكم هتعلمنا فرور الفنون الكروشيه على الهواء مباشر وهي اوفت الحمد لله وبنشكرها بهذا الوعد يلا حضروا نفسكم وحضروا الابر وحضروا البكر وحضروا كل حاجه علشان هنبدا نتعلم مع بعض بعد الفاصل